أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومرحبا في بيتنا الأم نقابة الأطباء. نرحب بكم في هذه الورشة التي اعتدنا أن نقوم بها برابطة الأنف والأذن والحنجرة الأطباء في كل فصل. هذه الورشة هذه المرة تتميز بامتداد لورشة العمل اللي عملناها من شهر، لأن الكليكا أسبكت والكو أر إل النهارده هيبقى كومبليكيشن اللي بتحدث أثناء الشغل، هاو تو أفويد أند هاو تو مانج. النهارده نتميز في الورشة إن معانا أكثر من 12 أستاذ من مختلف جامعات مصر. اللي حاجز معانا اكثر من 100 واحد، بس هم يعني على وصول يعني خلال نص ساعه ان شاء الله القاعه تبقى مليئه. احنا شاكرين للناس اللي هم حاصلين على الحضور بدري، وبنبدا هذه الورشه اليوم بخير الكلمات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. صدق الله العظيم. مش عايزين نطير في الافتتاح علشان نتمتع بالنواهي العلمية. الآن مع سلام جمهوري. والمشاكل الموجودة في المحاكم كثيرة، والواقع مع الطبيب
فيها زمان سواء كانت أسرية أو شخصية أو خلافه، هي مهمة من النقابة إنها تعمل. بس هدول أتمنى إن شاء الله هنعمله وإن شاء الله يكون فتح خير في النقابة. النقابة الوفية لسه نزول بعد خلاص وحدتين اثنين وحدتين اثنين في بلاد السكنة في إطار إدارته دول بنفس النقابة، بالإضافة إلى أربع وحدات اللي خلصتهم بيها للملكية في الساحل الشمالي في العالمية. دولت في الكويتان والإعلام بالحوينزك وهيبوا متاحين لكل أقصى الجمهورية للاستفادة منها ب 60% من سعر البوكينج اللي نازل دلوقتي، 60% من سعر البوكينج اللي نازل دلوقتي. الأطباء لسه كنا بنتكلم من شوية صغيرين، الأطباء الشباب لهم طلبات كثيرة ولهم اعتراضات على حاجات كثيرة، وإحنا معهم قلبا وقالبا، ونتمنى ليهم لهم يهتموا بالتعليم والتدريب ويهتموا بالأداء الآمن للمريض والأداء اللي عليه اللي هم فعلا تعلموه ووسط في كويس. لسه واخدين موقف المحافظة على الإعلانات بالنسبة للأطباء في الشوارع، فليتبع عنها وأرجو إن كل واحد يلتزم بالتخصص بتاعه وبالشغل بتاعه في الإعلان بتاعه، ما يزيدش في الإعلان عشان ما تدخلش في مشاكل يعني أكثر من التكلفات دلوقتي في الإعلان. النهارده ما اعرفش انا دخلت معاكم في مواضيع الجماعه العمر بتاعتنا اليوم الاثنين اللي جاي، وده اللي مهتم بيه بقى شويتين، والرابطه ديت مساعدة الجماعه العمر ان شاء الله في الحضور، واتمنى ليكم يوم علمي موفق، وبرحب فيكم على ارض الوفيه، وبشكر الدكتوره برده على الحاجات الحلوه اللي جابتها دي، ودايما دايما تبقى بخير، ودايما كل اللي بتعمليه كله حلو طول عمرك يعني. السلام عليكم. شكرا سيد النقيب. والكلمة الآن مع أستاذنا وأستاذنا أيام والأب الروحي لأطباء العمل الأذن في المنوفية والقوات المسلحة ومصر كلها، أستاذ الفاضل الدكتور محمد بن شلول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وسلم صحيحين. أنا مش هنطول، أنا عايز بس أقول كلمة ما نتجاوزش أخطاء التنظيم، وما نقولش أخطاء التنظيم، نقول مضاعفات العلاج أو مضاعفات المهنة أو مضاعفات العملية التي يتسبب لها علاقة بالتنظيم أو يتسبب بها. كلمة أخطاء دي ما تجيش على لسانها في أي وقت. ظروف مصر سيئة شوية، إن النقابة اللي أين حضور كوز، يعني النقابة أنا كنت بشوف الشكاوى اللي تيجي النقابة بالنسبة لأمن كوز، النقابة العامة بيروح لها الشكاوى مع إن هي المفروض هي اللي بتدافع عنها، يعني بره الدول اللي متقدمة، وإحنا إن شاء الله هنسلم يعني مجلس هم اللي يرتبوا وبيرتبوا الشكاوى، والنقابة هناك عندهم هي اللي بتدافع عن الانتصار. إنما إحنا لازم النقابة هي اللي بتدافع عننا، النقابة هي اللي بتدافع عن الشكاوى. أنا سامع الأستاذ في بعض الأوضاع على في ناس رخاش أطباء كتير كتير وبره برضه، بس يعني في نهاية ما نسوقش كده. احنا اتمنى لكم يوم جميل ومشكور، وانا فرحان لكم والنيابه عنكم بتقولوا عادي هو الناس. انا مش بقول ان انا تنافس بالنسبه للدكتور عادي. الان مع كلمه استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور علي توفيق اللي بنشكر لهم مسعاد لاهل العلم، وعلى الرغم من الظروف اللي هو فيها الدكتور علي توفيق استاذنا واستاذ الاجيال يتقدم بكلمه لسيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين. بليله الاسراء والمعراج، وشرف لي طبعا مع الدكتور الشرنوبي الاخ فاضل، يعني واخ كبير من الناس اللي يعني له باع كبير جدا جدا في طب الامن والاذن في المنوفيه وكليه الطب المنوفيه، وله ايدي بيضاء كثيره، ربنا يديله الصحه والعافيه.
ويكلموا إن شاء الله. وبشكر طبعاً النقيب دكتور حسين لنا على المجهود واستسلامنا في يوم أجازة. والضيفة كلها دكتور مجدي ودكتور جمال وكوز الإسماء. والحاجة الكويسة جداً إن هذا اليوم مستمر بقاله دلوقتي أكثر من كم سنة. دي حاجة جميلة. ونتمنى ان يكون الشباب الصغير موجود وتبقى يعني عادة مستمرة. انا عادة مستمرة واتمنى لكم بالخير والسعادة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا لأستاذنا الدكتور علي توفيق. يعني بالنيابة عن أعضاء الرابطة وعن أطباء الأنف والأذن برحب بسيرتكم جميعا، وبأشكر كل من سعى في نقل العلم، ربنا يجعله في ميزان حسناته. بقول لكم يعني سعيكم مشكور مأمور إن شاء الله، وهنبتدي الجلسة العلمية. في البداية يعني أرجو أن يتقبل الأستاذ الدكتور علي توفيق عزائي الخاص له وعزائكم على الرغم من الظروف اللي هو فيها اللي وفات ابن اخيه، بنقول له سبحان من له الدواء. والدكتوره اسراء زوج الدكتور محمد بنتنا ونادي اقول لا بقاء الا بوفاه والدها، وربنا يتقبل الجميع بقبول حسن. ونبتدي دلوقتي علشان نعاد الجلسه العلميه الاولى، جلسه البثولوجي. دكتور سعد، دكتور محمد بيه، دكتور محمد بيه منير، الحمد لله على السلامه ونورت بالمنوفيه. دكتور اشرف، دكتور يهود، دكتور ياسر.